ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. ازاي تعمل نظام تدريبي لنفسك؟ طيب لازم تسأل، اول حاجة تسأل نفسك شوية اسئلة. انا دلوقتي عايز اتمرن 5 ايام في الاسبوع ولا عايز اتمرن 3 ايام في الاسبوع، ولا انا مش فاضي خالص همرن نفسي 2 يوم في الاسبوع، ولا همرن نفسي 1 يوم في الاسبوع. لازم تسأل الاسئلة ديت لنفسك الاول قبل ما تقرر هدفك. طيب اول حاجة عندنا في 4 انظمة للنظام التدريبي. اول حاجة نظام البرو سبليت، تاني حاجة البوش بول ليج، تالت حاجة الابر اند لور بودي، رابع حاجة الفول بودي. طيب اول حاجة لازم نتكلم على البرو سبليت. البرو سبليت هو النظام الطبيعي اللي احنا بتتمرنه، اللي هو ممكن تتمرن يوم صدر، يوم دراع، يوم كتف، يوم رجل، يوم ظهر. ده النظام العادي دوت لو انت مستمر في الجيم وبتتمرن 5 ايام في الاسبوع بشكل طبيعي جدا. تاني حاجة الابر اند لور بودي. طيب ده لو انت هتتمرن مثلا 4 ايام في الاسبوع، 2 يوم بتتمرن الجزء العالي و2 يوم بتتمرن الجزء السفلي. الجزء العالي زي الدراع، الكتف، الصدر نفسه، ممكن الظهر. اما الجزء الثاني او اللور اللي هو بيكون الرجل عموما، الاماميه، الخلفيات، كل ده كده الابر اند لور. تالت حاجه معانا البوش اند بول ليج. طيب ممكن اتمرن 3 ايام، يوم بوش زي الصدر، زي الاكتاف، اي حاجه اللي انت بتشوفها اللي هي البوش، ده يوم بتتمرن البوش، ويوم تاني بتتمرن البول زي الظهر نفسه او كده، ده يوم تاني بتتمرن البول او ترابيس، اي حاجه انت بتسحبها زي برضو الباي. في اليوم الاول زي البوش بتتمرن بوش تراي، بتتمرن صدر، ده في اليوم البوش والبول. اما بالنسبه للليج فانت بتتمرنها لوحدها، بيبقى يوم لوحده وبتتمرن رجل لوحدها. فاحنا كده ده معانا تالت حاجه البوش اند بول ليج. رابع حاجه ده لو انت بقى مشغول جدا ومش فاضي خالص فانت بتتمرن الفول بودي. بتمرن الفول بودي في نفس اليوم، ودي بيبقى ليها تمارين معينه هبقى اشرح لكم او اظبط لكم فيديو على موضوع فول بودي في يوم واحد. انت ممكن تتمرن فيه تمارين مركبه بتشغل كل عضلات الجسم في يوم واحد، زي الديد ليفت، زي الميلتري بريس بتاعت الكتف نفسها، في كذا تمرينه زي السكوات. فكل التمارين دي بتشغل عضلات الجسم بالكامل في يوم واحد. وده كان ازاي تعمل نظام تدريبي لنفسك. حدد هدفك، ازاي انت ناوي تتمرن ايه، ونظم وقتك على انظمة التدريب ديت. كده انت مالكش حجة، انت ممكن تتمرن في اي يوم لو انت عايز. لو انت مش فاضي خالص هتتمرن الفول بادي، لو انت ممكن تتمرن 2 مثلا في الاسبوع فانت بتتمرن البوش اند بول ليج، لو انت بتتمرن 3 ايام مثلا فانت ممكن تعمل الابر اند لور، فممكن تعمل برضو لو انت عندك وقت بالكامل فانت ممكن دلوقتي تتمرن البرو سبليت. برو سبليت بيبقى بشكل طبيعي زي ما قلنا. يا رب تكون الحلقه فادتكم ان شاء الله. اعمل سبسكرايب للقناه على اليوتيوب، فان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم.